في المغرب أوضح عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال افتتاح الدورة العاشرة من الملتقى الدولي للتمر بأرفود إقليم الرشيدية، أوضح أن قطاع التمور بالمغرب في صحة جيدة، وتعتبر السنة الجارية متميزة بتسجيل زيادة ب40% من إنتاج التمور. وقال أخنوش إن قطاع التمور بالمغرب يعرف تطورا هاما خاصة في مجال الاستثمار، مبرزا أن كمية التمور المعبأ للتخزين والتبريد بلغت 25,000 طن، مضيفا أن المساحة المزروعة قد سجلت ارتفاعا لتصل إلى 63,000 هكتار، لا سيما أنها كانت تبلغ عند بداية مخطط المغرب الأخضر 47,000 هكتار. القطاع يعني ديال التمور الحمد لله في صحة جيدة، سنة متميزة، 41% في الزيادة ديال إنتاج ديال التمور هذه السنة. الحمد لله في أخر هذه السنة في 2019 الآن بهذا البرنامج كله اللي غادي يتغرس غادي نفوق غادي نفوتوا إن شاء الله 3 مليون ديال النخلات اللي هي قدمناها لصاحب جلالة في 2010 اللي قدمنا بأن غادي نوصلوا 3 مليون، والآن الحمد لله في 2019 قبل من 2020 وصلنا ل 3 مليون ديال النخلات اللي هما تغرسوا، كذلك وصلنا ل 25,000 طن اللي هي ديال التعبئة ديال ستوكاج وديال التبريد على 30,000 طن اللي هي يعني غادي تكون إن شاء الله. كذلك وصلنا لأكثر من 63,000 هكتار اللي هي مغروسة، والمخطط اللي بدا في 2010 كان 47,000 هكتار، كلها مؤهلات يعني جد إيجابية اللي كتخلي أنه الحمد لله هذا يعني المسار ديال التمور خطى الطريق ديالو ونجح في المخطط المغربي الأخضر.